Carcinoembryonic antigen or CEA. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالكارسينوإمبريونيك أنتيجين. في البداية هنبتدي بكارت التعريف واللي بيشمل كل المعلومات المختصرة عن الكارسينوإمبريونيك أنتيجين. أول حاجة السينونيم، نختصر الكارسينوإمبريونيك أنتيجين بالCEA، هو واحد من الأونكوفيتال أنتيجين، بنستخدمه كواحد من التيومر ماركر عشان كده بنسميه الأونكو. وكلمة فيتال بتيجي نتيجة لأن السورس بتاعه بيبقى من الفيتس، وكمان احنا بنعتبره كأنتيجين لأن تركيبه عبارة عن بروتين. العينة اللي بنستخدمها عشان نقيس CEA هي عينة السيرم، الريفرنس فاليو up to 2.5 نانوغرام على الميلي ليتر، وطبعا كلمة up to معناه ان هو بيبتدي من 0 لحد 2.5. الميثود اوف ميجرمنت، بنستخدم طريقة الإلايزا وكمان بنستخدم الرابيد تيست ميثود عشان نقيس CEA داخل المعمل. في البداية هنبتدي بالديسكريبشن. CEA عبارة عن جلايكوبروتين بيحصل له production during early fetal life، بمعنى ان هو بيحصل له production داخل الفيتس في اول شهور الحمل اللي احنا بنسميها early fetal life. وطالما بيحصل له production من الفيتس عشان كده احنا سميناه embryonic. فكلمة carcino embryonic، carcino لانه هو عبارة عن tumor marker بيدينا indication على التيومر، embryonic لانه بيحصل له production من الفيتس، وانتجن زي ما احنا قلنا لانه هو عبارة عن بروتين. كمان بيحصل له برودكشن اثناء الرابيد مالتيبليكيشن للابسيليال سيلز سبيشالي ذوز اوف ذا دايجستيف سيستم، بمعنى ان هو بيحصل له انكريز في البرودكشن نتيجه للرابيد مالتيبليكيشن واللي بيحصل في الكانسر وخاصه في الابسيليال سيلز الموجوده في الدايجستيف سيستم. عشان كده السي اي اي كان بيدينا انديكيشن على الكانسر في الكولون، لانه اول ما اكتشف في الكولون كانسر، بعد كده تم اكتشافه في اماكن مختلفة من الجسم اللي بيحصل فيها كانسر. في نهاية فترة الحمل وبيفور ديليفري قبل الولادة على طول بيحصل ستوب للCEA production، عشان كده ما بيبقاش موجود في الادلت بلد. نورمال ادلت بنلاقي ان CEA level cannot be detected، معناه ان هو بيبقى قليل جدا، وزي ما احنا قلنا بيبتدي من 0 لحد 2.5 نانو جرام على الميلي طالما مفيش كانسر. ولكن لو حصل ديفلوبمنت للكانسر داخل الجسم بنلاقي ان CEA بروتين بيحصل له اميرج اجين او بيزيد بشكل كبير جدا داخل الجسم نتيجه لوجود الكانسر. والCEA زي ما قلنا هو عباره عن جلايكوبروتين، احنا بنسميه هايلي جلايكوزينيتد سيل سيرفيس جلايكوبروتين، بمعنى ان هو بيبقى موجود على السيل سيرفيس للكانسر سيل زي ما احنا شايفين. وظيفته ان هو بيعمل ادهيجن ما بين التيومر سيلز اللي احنا بنسميه الانتر سيلولار ادهيجن. كل اللي احنا شايفينه ده عباره عن سي اي، ووظيفته ان هو بيربط ما بين خلايا التيومر اللي احنا بنسميه انتر سيلولار ادهيجن. السي اي بيحصل له شيدنج او بينفصل من السيل سيرفيس، عشان كده بيقدر يوصل للسيركوليشن وبيزيد في البلد نتيجه للرابيد ديفيجن للتيومر سيلز، عشان كده بنلاقي ان السي اي بيحصل له ليكج وبيوصل للسيركوليشن، وعشان كده زي ما قلنا بيزيد في البلد بشكل كبير جدا. عشان كده دايما السي اي بيزيد في حالات الكانسر داخل اورجانز كتير جدا داخل الجسم، وكمان لو حصل له انفلتريشن او ميتاستاسيس ان هو بينتقل من مكان للتاني، لان عمليه الميتاستاسيس بتعمل انفلتريشن للتيومر وبيروح في اماكن كتير جدا، عشان كده بيعمل بريك للبارير او بيفتح اماكن لهروب او خروج السي اي اي، عشان كده بيوصل للسيركوليشن. وكل ما يزيد الليفل للسي اي اي بيدينا انديكيشن على مدى الانتشار للكانسر، كل ما يزيد الانتشار في اورجانز كتير بيزيد الليفل، وكمان لو في اورجان واحد ولقينا سي اي عالي بشكل كبير جدا ده بيدينا انديكيشن على كميه الكانسر في الاورجان المصاب، لان زي ما قلنا كل ما بيزيد الكميه كل ما بيزيد الليكج للسي اي اي من المنطقه اللي فيها كانسر، وبيوصل السيركوليشن بكميات كبيره جدا. الانديكيشن معناها واي وميجر السي اي اي في المعمل. السي اي اي بيبقى يوسفول فور مونيتورينج ريسبونس تو انتي نيوبلاستيك ثيرابي في حالات البريست والجاسترو انتستينال كانسر، بمعنى ان احنا بنستخدمه
عشان نشوف الثيرابي عمل افكت ولا لا في حالات الكانسر موجوده في البريست او الجاسترو انتستينال تراك. الانتربريتيشن بيحصل انكريز في السي اي اي اول حاجه في حالات المالجنانسز اللي هي عباره عن الكانسرز. في الحاله دي بيزيد السي اي اي ليفل نتيجه للاوفر اكسبريشن السي اي اي جين، عشان كده بيحصل برودكشن بكميه كبيره من السي اي اي وبيحصل لها ليكج وبتوصل للبلد. السي اي بيزيد في انواع مختلفه من الكانسر زي في حالات الكولون اند ريكتم كانسر اللي احنا بنسميه كولوريكتال كانسر، وزي ما قلنا هو اول ما اكتشف في الكولوريكتال كانسر عشان كده كان هو اول انديكيشن، ولكن بعد كده لقيناه بيزيد في انواع اخرى من الكانسر زي في حالات البريست كانسر، كمان بيزيد في حالات اللنج كانسر، حالات الليفر كانسر، وكمان في حالات البنكرياتيك والجاسترونتستينال تراك كانسر وكمان الثيرويد كانسر. كل الانواع دي بتؤدي لـ high increase في الـ CEA في البلد على حسب كمية التيومر الموجود داخل الأورجانز دي. ده معناه إن الـ CEA considered broad spectrum biomarker for cancer diagnosis and prognosis، بمعنى إن طالما الـ CEA بيزيد في أنواع مختلفة من الكانسر داخل مختلف الأورجان سواء الليفر أو البريست أو اللنج أو الكولون أو الجاسترونتستينال تراك، عشان كده هو برود سبيكترم باي ماركر، معناه ان زيادته بتدينا انديكيشن على انواع مختلفه في اماكن مختلفه من الجسم مش محدد لاورجان واحد. ده معنى كلمه برود سبيكترم باي ماركر فور كانسر، استخدمه فور دياجنوزيس والبروجنوزيس. السبب الثاني لزياده السي اي اي في البلد هو بعض البناين كونديشن. البناين كونديشن معناه ان ما فيهاش كانسر زي لانج ديس اوردر، الجاستريك ديس اوردر، وكمان الليفر بروبلم. لانج ديس اوردر زي البلمونري انفيزيما وزي حالات البرونكايتس، كمان بيزيد في حالات الاكيوت السيراتيف كولايتس والجاسترايتس، كمان في حالات الليفر ديس اوردر زي في حالات الهيباتايتس السيروزيس والوبستراكتيف جوندس نتيجه للانفلاميشن في الجول بلادر او وجود الجول ستونز، كل دي حالات بنسميها بناين كونديشن. بالاضافه لكده كمان بيزيد في حالات الكرونيك سموكينج، بيزيد في السموكرز اللي هم بيدخنوا لفترات طويله جدا، كمان بيزيد فيهم الليفر. دي كلها حالات مرتبطه بالالستريشن او الانفلاميشن وغير مرتبطه بالكانسر. عشان كده السي اي اي cannot be used to diagnose or detect cancer for the first time، بمعنى ان انا ما بستخدموش for screen او ما بستخدموش في اكتشاف الكانسر في اشخاص ما عندهمش history بالكانسر، نتيجة لان هو lack accuracy، بمعنى ان هو بيزيد في بعض الحالات اللي هي بتبقى non-malignant condition بتقدر تزود level of CEA in the body زي ما قلنا في حالات الانفلاميشن وكمان في حالات السموكينج. كمان بنلاقي many people with cancer may not have high CEA level، بمعنى ان هو احيانا في بعض الناس اللي بيبقى عندهم كانسر بنلاقي level of CEA ما بيبقاش عالي، عشان كده ما بنقدرش نعتمد على ال CEA for first diagnosis، بمعنى ان احنا ما بنستخدموش عشان نكتشف التيومر في مجموعة او اشخاص ما كانش عندهم history من الكانسر. Therefore الـ CEA test بيحصل له prescription أو بنستخدمه في حالة المالجنانسي already have been diagnosed، بمعنى إن الشخص نفسه بيبقى معروف إن هو عنده كانسر. في الشخص ده ببدأ أستخدم الـ CEA test وبنستخدمه لمجموعة من الأهداف. أول هدف هو الـ figure out the extent of the spread of cancer، زي ما قلنا إن الـ CEA بيزيد كل ما يزيد حجم التيومر، عشان كده إحنا بنقدر نحدد كمية الكانسر الموجودة داخل الأورجن أو هل في spread أو metastasis لأكتر من أورجن باستخدام الـ CEA test، لأن إحنا قلنا كل ما يزيد الـ spread بنلاقي فيه high level من الـ CEA. الهدف الثاني إحنا بنستخدمه كـ monitor of success of treatment، بمعنى الشخص لو هو معروف ان عنده كانسر قبل ما نبتدي العلاج سواء الكيموثيرابي او الراديوثيرابي او السيرجري بنقيس الـ CEA عشان نعرف البيز لاين. بعد العلاج بفترة بثلاث شهور بنبتدي نقيس الـ CEA تاني، ولو حصل له ديكريز في الحالة دي يبقى فيه فعلا سكسس للتريتمنت.
الهدف الثالث to ascertain if the malignancy has had a relapse، بمعنى لو الشخص عنده كانسر وتعالج منه فبنلاقي ان الليفل اوف CEA بينزل للو ليفل. لو اثناء تاني بعد 3 شهور ولقينا الليفل زاد تاني، ده معناه ان حصل ريكارنس اللي احنا بنسميها ريلابس للتيومر، معناه ان التيومر رجع تاني في نفس المكان. عشان كده لازم بيبقى في قياس دوري للاشخاص اللي اتعالجوا من الكانسر، بحيث ان احنا نقدر نكتشف لو في اي ريلابس او ريكارنس تاني للكانسر. عشان كده زي ما احنا شايفين الـ CEA مهمته كبيرة جدا في المونيترينج بعد اكتشاف الكانسر، انما ما بنستخدموش خالص في ان انا اكتشف الكانسر في الاشخاص اللي ما كانش عندهم هيستوري بالكانسر، لان زي ما شفنا هو بيزيد في بناين كونديشن ونون بناين كونديشن. الميجرمنت اوف CEA، بنقيس الـ CEA بطريقتين. الطريقة الأولانية بنستخدم فيها الإلايزا تيست زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على اليمين. من خلال الإلايزا تيست بنستخدم المونوكلونال انتي بادي عشان نعمل ريكوجنيشن للـ CEA. وميزة الإلايزا تيست ان هو بيعمل كوانتيتيف ميجرمنت اوف CEA في البلازما والسيرم، بمعنى ان هو بيحدد لك الليفل كام بالظبط داخل السيرم او البلازما. نوع تاني من الميجرمنت بنسميها الرابيد تيست. في الحاله دي بنستخدم الرابيد كروماتوجرافيك اميونو اسي زي ما احنا شايفين في الصوره على اليمين. بيبقى فيه 2 باند، واحده للكنترول وواحده للتيست. الرابيد تيست بيعمل لنا كواليتاتيف ديتكشن للسي اي اي، بمعنى ان هما بيديناش الرقم كام بالظبط، ولكن بيدينا انديكيشن في هاي انكريز للسي اي اي سواء في الوول بلاد او في السيرم او في البلازما. عشان كده احنا بنقدر نستخدمه داخل المنزل عشان نعمل مونيتورنج للسي اي اي ليفل كل فتره بعد العلاج او السيرجري للكانسر. وفي النهاية يبقى احنا عرفنا كل المعلومات الخاصة بالـ CEA، وعرفنا ان الـ CEA عبارة عن tumor marker. كمان عرفنا كل الـ causes of increase of CEA اللي هي منها الكانسر وكمان some benign condition، عشان كده هو not specific. كمان عرفنا الـ indication او الاستخدامات للـ CEA test ان احنا بنستخدمه for monitoring response to anti-neoblastic therapy، نستخدمه عشان نتابع بعد العلاج أو السيرجري، وما بنستخدموش في screening for cancer.